ويعطيكم العافية جميعا، رجعت لكم فيديو جديد، وهذا الفيديو إن شاء الله راح نحكي فيه عن البطاقات المؤهلة للرسلمانيا 40. فمن دون ما نطول عليكم، ادعوا لأخوانا بفلسطين، الله ينصرهم ويوفقهم ويكون معهم بإذن الله يا رب، النصر قريب، ونبلش بالفيديو اليوم. Welcome to SmackDown. Acknowledge me. You can't see me. Welcome to Raw. To party. I'm home. Welcome to WrestleMania. Peace. نبلش بأول بطاقة معنا اليوم واللي هي بايلي ضد أيو سكاي. أنا يا جماعة الخير بتوقع توقع كثير كبير إنه جد بايلي راح تواجه أيو سكاي. السبب آخر عرض شفناه واللي هو إنه أصلاً بايلي خايفة إنها تواجه ريا ريبلي، فالأغلب ما راح تواجه ريا ريبلي، والأغلب راح يكون إنه في قصة خيانة وغدر في بايلي، فبايلي راح تقلب الموازين عليهم، راح تقول لك أنا راح أواجه أيو سكاي. من ناحية الفائز، أيو سكاي إلى فترة ماسك اللقب ورفعوا من اسم اليابان أو كوريا أو أبصر إيش الدولة اللي هي فيها أيو سكاي. توقع يروح إنه بايلي راح تفوز إذا صارت هالمباراة. فأنا بقولكم بالنهاية بتوقع الكروت اللي راح تصير. بالنسبة للفائز بتوقع بايلي تطلع منها. بالنسبة للمباراة اللي بعد، أنا بقول لوغان بول ضد إل إيه نايت على لقب يونايتد ستيتس تشامبيون. كل راح يحكي لي كيفن أونز، بس مبدئيا يعني أنا اللي اكتشفته من الدبليو دبليو إي إنها ما راح تعطي كيفن أونز دفعة، راح تخسره في الإليمينيشن تشامبر خسارة نظيفة هالمرة عشان لوغان بول يحتفظ باللقب. السبب بدهم يدفعوا بإل إيه نايت، لأنه إل إيه نايت له فترة قاعد بقدم وراح يعطوه دفعة العمر أكيد، راح يعطوه لقب أقلها، راح يعطوه لقب لو إنه مش لقب كبير، بس راح يعطوه لقب. هذا اللي جد بتوقع. بالنسبة للي راح يفوز بهاي المباراة أكيد راح أتوقع إل إيه نايت، بس إن شاء الله يا رب إنه جد يفوز. بالنسبة للمباراة اللي بعدها بقول جيمي أوسو ضد جاي أوسو، والدهم راح يكون حكم في هاي المباراة. ليش توقعت زي هيك أنا؟ مبدئياً القصة اللي بينهم أثبتت لنا إنه هم أول اثنين دخلوا في الرويال رامبل، فمعناها إشي كثير راح يستمر هذا الموضوع لقدام. هم ترى كانوا مسكرين هاي القصة بس راح يرجعوها حالياً بالرسلمانيا، راح ترجع راح ينهوا القصة اللي بيناتهم، فأنا بتوقع جاي أوسو اللي راح ينهيها. إلا إذا هيني بقولكم إلا إذا كان متعاون ريكيشي مع بلود لاين ورومان رينز، راح يغدروا بجاي راح يخليها فوز غير نظيف. ما بعرف صراحة، بس أتوقع بشكل كبير إنه تصير هاي المباراة. السبب عشان يرفعوا من اسم لقب التاج تيم تشامبيون، لأنه يعني المباراة هاي راح تكون دموية إذا صارت فعليا، وراح يعملوها على الأغلب بالليلة الأولى. فتوقعي راح يروح مع الججمنت داي راح يطلعوا منها، انا هيك بتوقع. واذا في حاله استثنائيه راح تصير بقول لك اي او بي راح يطلعوا بالالقاب. واللي بعده بتوقع ريا ريبلي راح تواجه بيكي لينش على لقب الورد اوف تشامبيون، واللي راح يطلع منه فايز انا بقول لك راح تطلع بيكي لينش. ليش؟ لانه لها فتره طويله حامل لقب ريا ريبلي، وراح يرجعوا يدفعوا بيكي لينش اكيد. اللي بعده بالنسبه للمباراه الاخيره بالتوقعات يعني العاديه معنا، اللي هي راح تكون راندي اورتن ضد سولو سكوا. واضحه بكل بساطه انه راح يفوز راندي اورتن، لانه اصلا سولو هو اللي خرب فوزه على رومان رينز يعني في الرويال رامبل، فبقول لكم راندي اورتن راح يفوز. طيب بالنسبة للقب الانتركونتيننتال تشامبيون، راح اول واحد راح اتوقعه اللي هو بروم بريكر راح يواجه جونثر، واحتمال كبير انه ما راح يفوز. بالنسبة للاحتمال اللي بعده واللي هو سامي زين، وبرضه كمان ما اتوقع انه يفوز. وبروك ليزنر اخر اشي وممكن يفوز. حلو، ليش حطيت بروك ليزنر اخر اشي؟ لانه بروك ليزنر صارت بينه وبين دبليو اي مشاكل، احتمال حتى احتمال كثير كبير انهم يشيلوا اسمه من دبليو دبليو اي يعني عليه والإنجازات بتاعته وأبصر إيش من الحكي. فإذا واجهه سامي زين ممكن يفوز بس احتمال ضعيف جدا، وإذا واجهه بروم بريكر على الأغلب راح يخسر. بس ما حدا، هو جونثر صرح وقال إنه ما حدا راح ينهي يعني فترة احتفاظه باللقب غير بروك ليزنر، فما بنعرف. وأنا هذه بالنسبة لثلاث توقعات تاتي، لأنه صار صراحة أتوقع مين. بالنسبة للتوقع اللي بعده، بعد آخر عرض سماك داون بين معنا كل إشي، كودي رودز راح يواجه سيث رولينز على لقب وورلد هيفي ويت تشامبيون. صعب جدا أجزم لكم مين، صعب جدا 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 جدا، بس احتمال يصير في إشي ثاني واللي هو التدخل درو ماكنتاير في المباراة. حلو، يصير مباراة ثلاثية. هذا بالنسبة للتوقع، يا اما راح تصير الاولى يا اما راح تصير الثانيه، واذا صارت الثانيه راح يستهدف درو ماكنتاير سيث رولينز، كود رودز راح يخطف الفوز منهم. هيك انا بقول. بالنهايه توقع، مش كل شيء ممكن يكون صح، بس انا بقول لكم على توقعي الشخصي. والمباراه الاخيره اللي بينت معنا فعليا بعرض السماك داون، اللي هي ذا روك ضد رومان رينز على لقب الاندسبيوتد تشامبيون بالاضافه لزعامه القبيله. شوف، واحد من توقعين، يا اما راح يواجهه على زعامه القبيله فقط، او راح يواجهه الثنتين مع بعض، اللقب مع زعامه القبيله. لانه كلنا بنعرف قبل 10 سنوات لما رجع واخذ الفرصه من سيام بوغ، فاحتمال كثير كبير برضه انه ياخذ الفرصه من
من رومان رينز كمان. الفوز بعتقد انه يروح لرومان رينز. السبب انهم عشان كانوا من الاول ناويين يخلوه يكسر رقم هولك هوجن. هذا بالنسبه للتوقع، الا اذا بدهم يغيروا التغيرات ويخلوا ذروك هو اللي ينهي خلص قصه رومان رينز الاخير ويرجع لشخصيه الفيس المحبوب. انا بالنهايه بحكي لكم توقعاتي، فما بعرف، بس بنسبه كبيره انا بقول الفوز بروح مع رومان رينز، وبنسبه يعني قول 60% رايح الفوز لرومان رينز، 40% رايح الفوز لذروك. وبتعرفوا انه هذا كلياته احتمال يصير انه ذروك فعليا هو اللي ينهي خلص. وهذا كان كل إشي بالنسبة لتوقعات اليوم. ما بعرف صراحة في منها راح يكون غلط أكيد وفي منها راح يكون صح، يا رب يعني إن شاء الله يكون في أشياء منها صح، بس هذا هو يعني. وإن شاء الله يعني إنه تكون هاي الرسلمانيا مميزة يعني فعليا وننبسط فيها يعني، لأنه خلص من عرض الرويال رامبل اكتئبنا اكتئاب كبير، بس رجعوا بنوا كل إشي صحيح يعني هلأ، بس يعني الحمد لله. إذا عجبك هذا الفيديو لا تنسى تحط لايك واشتراك وفعل الجرس، ويعطيكم ألف عافية جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.